مؤخرا أطلقتم سيادتكم مبادرة مدينة الطاقة، ما هي؟ أشكرك على هذه التقدمة والمجاملة. ده يعني الحمد لله كرم من ربنا أن أنت تبقى موجود في مكان، ولما يعني تخش مكان وتخرج تبقى سائب فيه بصمة، وده شيء جيد. يعني الفترة اللي فاتت الحقيقة يعني بعد الهموم بتاعت الوزارة وخلافه، الواحد لما بيقعد مع نفسه ويبتدي يراجع الدنيا كان فيها عاملة ازاي، ويشوف ايه هي الالام اللي الدولة بتعاني منها على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فده الحقيقة انا كثفت يعني التركيز في هذا الموضوع بعد انقضاء مهمتي كوزير للبترول. لقيت ان احنا بقالنا كتير قوي بنسيء إدارة الطاقة في مصر، منظومة الطاقة في مصر على كافة الأصعدة. الحقيقة وليس فقط منظومة إدارة الطاقة، ولكن إدارة الموارد بوجه عام، وده بيؤدي إلى تدهور شديد في كل شيء. فيعني أدي لك مثالين بساط وبعدين نرجع نتكلم في موضوع مدينة الطاقة. في كل مكان في العالم دلوقتي، البلاد النامية هنلاقي الموارد البشرية هناك اسمها ايه؟ هنلاقي الزيادة السكانية يطلق عليها اسم ايه؟ يقولك القوى البشرية. احنا عندنا هنا الزيادة السكانية نطلق عليها ايه؟ الزيادة السكانية التي تلتهم المشكلة السكانية اولا، ويقولك ايه؟ والتي تلتهم كل معدلات النمو. يبقى احنا لا ندير الموارد البشرية المتاحة بطريقة تجعلها قوة بشرية. ده يبدأ من تأهيلها ومن قبلية تعليمها. فهذه قصة تحتاج إلى أسلوب مختلف في الإدارة. المثل الثاني تصدير مثلا الخامات. نحن نصدر غاز خام، نحن نصدر بترول خام، نحن نصدر رمال خام، نحن نصدر كهرباء خام، كنا بنعمل كده. هذه أمور لا تحقق القيمة المضافة المرجوة، هذه إساءة لإدارة موارد بلد بعضها ناضب. يعني أنت لما يبقى في عندك موارد ناضبة زي المواد البترولية مثلا سواء غاز أو كذا، أما يبقى في عندك كهرباء أنت بتولدها بسعر مدعم ثم تبتدي تصدرها، فهذه أمور كده. برضو لما نجيب مستثمر أجنبي يتمتع بكل المزايا الموجودة في مصر، من عمالة أيدي عاملة رخيصة، من أسعار طاقة رخيصة، من مكان متميز اقتصاديا وجغرافيا، وبعدين يبتدي يصنع مادة رئيسية بتروكيماويات ويصدرها، يبقى أنا عملت إيه؟ أنا اديت له الخامات بتاعتي بسعر رخيص، وبعدين هو خد المادة دي تصدرها في كمنتج بتروكيماويات رئيسي، لكن ما ادانيش منتج نهائي. بقصد ايه ما بين المنتج الرئيسي والمنتج النهائي؟ يعني احنا النهارده لما بنحول مثلا الغاز لبولي ايثيلين، احنا انبسطنا جدا ان احنا حققنا منه قيمه مضافه نتيجه تحويل البولي ايثيلين، بس هناك اناس خدوا هذا البولي ايثيلين صنعوا منه اشياء اخرى، عملوا منه هدوم، عملوا منه ازايز، عملوا منه اجهزه، عملوا منه كمبيوترات، عملوا منه اجزاء عربيات، كذا 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 كذا. فهو ده ما نعنيه بالمنتج النهائي اللي في الاخر بيحقق قيمه مضافه اعلى نتيجه ان انت بتعمل فرص عمل حقيقيه من الصناعات التحويليه. فرص العمل الحقيقيه ديت معناها ايه؟ معناها جلب تكنولوجيا جديده، معناها انك خلقت فرصه للناس تشتغل، قبضت مرتبات، حصلت عليها ضرائب، طلعوا منتج بقى بيحل مكان المستورد فانت وفرت عمله صعبه، طلعوا منتج بقى بيتصدر فانت جلبت عمله صعبه. هذه هي القيمه المضافه المرجوه التي نبغى. بالنسبه لمدينه الطاقه، يعني ملامح المدينه، هذه الموضوعات بصيت لقيت ان احنا عندنا اوجاع والام كبيره جدا في موضوع الطاقه ده. احنا النهارده عندنا اكتر من 60 حاجه و60% من اجمالي انتاج مصر من الغاز بيوجه لتوليد الكهرباء، كميه كبيره. كل انتاج المازوت تقريبا وجزء من انتاج السولار بيوجه للكهرباء. 90% من محطات الطاقه من محطات توليد الكهرباء في مصر شغاله بالطاقه البتروليه الناضبه. هذا شيء الحقيقه ذو شقين.
الشق الاولاني انت بتهدر مواد بتروليه كان ممكن ان انت تاخد منها قيمه مضافه اعلى من خلال صناعات تحويليه، والحاجه الثانيه لا تستفيد من مصدر غير ناضب زي الشمس مثلا موجود. وهناك شق بقى بعد ثالث اللي هو تامين الاحتياجات. تامين الاحتياجات لا يتاتى بالاعتماد على مصدر واحد للطاقه. يعني انا النهارده لاي سبب من الاسباب افترضنا ان حصل عندنا اعطال او اي ظروف طبيعيه ادت الى غلق بعض الابار، هيحصل ايه؟ هنلاقي في عجز شديد حصل في الكهرباء نتيجه اعتمادنا بصفه اساسيه على المواد البتروليه. لما نيجي نبص على توليفه الطاقه في العالم هنلاقي ان كل بلاد العالم بتعتمد في جزء على توليد الطاقه على الفحم، جزء على الطاقه الشمسيه، جزء على الغاز، جزء على الرياح، جزء على الموارد المائيه، جزء على الطاقه النوويه. هذا الكلام فين في مصر؟ مش موجود. طب انا ايه علاقتي بهذا الموضوع وليه الموضوع ده وجعني ايام ما انا كنت وزير بترول؟ لان هناك موارد بتروليه بدت ما تبقاش كافيه لسد احتياجات الكهرباء، وبدانا نستورد باسعار غاليه جدا، وبقت هذه الاسعار اللي احنا بنستورد بيها عبء ليس فقط على موازنه الكهرباء والبترول ولكن عبء على الدوله، لانها التهمت ما يقرب من 150 مليار جنيه خلال العام المنصرم 2012-2013. 150 مليار جنيه دعم الطاقه بشقيها، الوقود البترولي والطاقه الكهربائيه. فكان لابد ابص على حاجه تخلينا يعني ايه البدائل الموجوده عندنا. فلقيت المواضيع بتاعه استهلاك الزايد من المواد البتروليه زائد الحقيقه الاستهلاك الزايد كمان من الطاقه الكهربائيه. فبديت ابص للموضوع كله على بعضه من خلال ورقه عمل اسمها الطاقه والتنميه المستدامه، لان الطاقه هو عنصر في التنميه المستدامه. للاسف احنا احيانا بناخد الطاقه على انه منتج نهائي احنا اخدينه نحرقه او اخدينه ننور بيه. الطاقه ليست هكذا، الطاقه هي مدخل انتاجي وسيط في عمليه التنميه المستدامه. ومن ثم كان في جزء من ورقه العمل دي يتعلق بايه؟ بمنظومه متكامله لتوليفه الطاقه وكيفيه الاستفاده منها. ازاي؟ احنا النهارده بندعي ان احنا في عندنا بعض الثروات المعدنيه والتعدينيه زي الرمال مثلا التي تدخل في صناعه الخلايا الشمسيه. بندعي ان احنا في عندنا اكبر منطقه ذات اكتر كفاءه على مستوى العالم، مش بس نسبه سطوع وزاويه انكسار للشمس في جنوب غرب الصحراء الغربيه. ندعي ان هذه المنطقه فيها مياه جوفيه وبدانا استصلاح 400 الف فدان فيها في منطقه العوينات. عندنا واقع ان احنا النهارده في عندنا 5000 ميجا عجز كهرباء. عندنا واقع ان احنا في عندنا تقريبا تلت احتياجاتنا من الوقود البترولي بقينا بنستورده. عندنا واقع ان في 150 مليار جنيه دعم للطاقه والكهرباء. طيب كيف نستفيد من هذا كله؟ الدرب اللي الدوله مشيت عليه طول عمرها انها دايما مسيطره على كل شيء، ده شيء مش صحيح. الدوله يجب ان تسيطر على السلع الاستراتيجيه التي تتعلق بالمواطن. هتقول لي ما الكهرباء سلع استراتيجيه، ده صحيح، بس مش كلها متعلق بالمواطن، في جزء منها يتعلق بالصناعه والاغراض التجاريه، وفي جزء منها يتعلق بالمواطن البسيط، وجزء يتعلق بالمواطن الغير بسيط. فكان لازم نفرق. ومن ثم هنلاقي ايه؟ ان الجزء مثلا اللي احنا بنقول يتعلق بالمواطن تخلي الدوله هي ما زالت مسيطره عليه، زي الدوله النهارده ما هي مسيطره على رغيف العيش المدعم. لكن ده لا يعني عدم وجود مخابز بتبيع عيش اصناف كثيره اخرى وبسعر غير مدعم. دي الفكره الحقيقه اللي حصلت، ان انا قلت طيب احنا النهارده نشوف ننقل للقطاع الخاص شويه حاجات من دول، اخد بالك، وبعدين بعد كده نبقى نتكلم في ازاي نتعامل مع هذه الموضوعات. فبديت لقيت ان في هذا التوقيت تزامن ان هناك مجموعتين، مجموعه مصريه، مجموعه مستثمرين مصريين مع مجموعه من الشركات الامريكيه، الله يستر الله، وهناك مجموعه اخرى المانيه تقدمت في مؤتمر كان للطاقه بعروض لان هم عاوزين يعملوا محطات لتوليد الطاقه الشمسيه في مصر. واحدى المجموعتين تطور العرض بتاعها لانه يبقى تصنيع مكونات الطاقه الشمسيه كمان. فبدينا نبص طب القصه دي
فيها كام حد متداخل مع بعضه؟ هنلاقي ايه؟ وزارة الكهرباء لان انت هتتعامل معاها من خلال شبكات وخلاف، وزارة الانتاج الحربي لان احنا بنتكلم على تصنيع معدات ومستلزمات انتاج الطاقة الشمسية، ووزارة الانتاج الحربي لديها باع كبير في هذا الموضوع وعندها معامل للبحوث والتطوير ومصانع قائمة يمكن الاستفادة منها في هذه الأغراض. هنلاقي وزارة الري لان احنا بنتكلم ان جزء من المياه اللي جزء من الكهرباء دي هنوجهه لاستخراج المياه الجوفية وتحليتها ثم توجهها لاستصلاح زراعي، فلقينا معانا وزارة الزراعة. هنلاقي في معانا وزارة البيئة لان كل هذه الاعمال تحتاج الى بحوث بيئية. هنلاقي معانا الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. هنلاقي معانا وزارة البترول والثروة المعدنية لان احنا بنتكلم على سيليكون اللي هو ثروة تعدينية هناخدها نشغل فيها تصنيع. هنلاقي معانا وزارة النقل لان احنا لقينا ان احنا دلوقتي انت بتتكلم في مشروع وكذا وكذا، فانت هتعمل طريق بحدود 600 كيلو هاي واي 6 حارات لغاية البحر الاحمر وتعمل له منفذ بحري مينا يعني، فانت هناك تداخل مع وزارة النقل. هتلاقي منظومة كاملة متكاملة، اخد بالك كل تقريبا يعني هتلاقي ان في بعض المعاملات المالية في الفترة الاولانية تحتاج ان وزارة المالية توجه الدعم في الفترة دي بدل ما كانت بتدي لي البترول وبدل ما بتدي لي الكهرباء تديه لفرق مثلا توليد كهرباء اللي في مدة سنتين وبعد كده خلاص. فهناك تداخل بين كل هذه الجهات وبعضها، في تداخل ما بين 10-11 وزارة زي ما قلنا، نتيجة ان انت ما بتتكلمش فقط على انك هتولد طاقة شمسية وتقعد تتفرج عليها، لا يعني لعلاقات توليد الطاقة الشمسية اي شركة اجنبية تيجي تعمل لك القصة دي في مصر وتقولك والله انا هاخد 25-30% ببلاش مقابل ان انا هورد لك بالاسعار اللي انت بتتكلم عليها. لكن احنا بنتكلم على مشروع تنموي زي ما بقول، في تصنيع خلايا، في كوبري، في طريق، في ميناء، في مطار بيتعمل، في مجتمع عمراني بطالع جديد بمستشفيات بمنازل بمدارس فنية بكذا بكذا استصلاح زراعي. تم تحديد مكان فعلا لهذا الموضوع لإنشاء مدينة الطاقة في جنوب غرب البلاد، يعني جنوب غرب العوينات دي أكبر منطقة زي ما قلت، أكبر منطقة كفاءة شمسية في مصر. ولما قلت كفاءة بعني بها حاجتين، نسبة سطوع شمس وزاوية انكسار، لأن احنا لو على نسبة سطوع في بلاد كتيرة في الخليج زي السعودية وخلافه وعندها نسبة سطوع شمس أكتر منين، لكن زاوية الانكسار اللي تمكنك من أنك تحقق أعلى معدلات استرجاع وتخزين للطاقة هي دي اللي احنا بنتكلم عليها أنها ميزة عندنا. هذا الموضوع احنا محتاجين، هذا الموضوع هيطلع ايه؟ الموضوع ده هيطلع في خلال السنة الأولى من ساعة لما نقول هننفذ المشروع 750 ميجا يطلعوا في ساعتها نقدر ندخلهم على الشبكة، ودول تقريبا استهلاك الصعيد بالكامل. سنة التانية نقدر هذا الرقم يطلع من 750 ميجا إلى 2000 ميجا. السنة التالتة هذا الرقم يطلع من 2000 ميجا إلى 5000 ميجا، ونستطيع بنهاية السنة التالتة دي اللي هي هتبقى متزامنة مع بناء المصانع وبتاعة مكونات الطاقة الشمسية إن احنا نضيف كل سنة 2000 ميجا كل سنة. انت بقى محتاج قد ايه؟ انت حر. طيب هنيجي نتكلم ايه معوقات تنفيذ مثل هذا النوع من المشروعات في مصر. نمرة واحد، التداخل الشديد بين اجهزة الدولة وبعضها زي ما قلنا، ما في عندنا 10-11 وزارة. طبعا نحل قصة التداخل دي ازاي؟ لو احنا اسندنا هذا المشروع مثلا لوزارة البترول او لوزارة الكهرباء او لوزارة الانتاج الحربي لن يحل هذا التداخل، لان هيبقى انت بتحط واحد مدير مشروع ايا كانت درجته الوظيفية، هو محتاج يتواصل مع الزراعة، محتاج يتواصل مع الري، علشان يتواصل هيطلع لوزيره الاول على بال ما يعرف يقابل وزيره وبعدين يكتب جواب ويبعته للوزير التاني، او لو قدرنا شكلنا فريق مشروع من كل الناس دول هيبقوا كلهم قاعدين بيستمعوا وينصتوا في كل الاجتماعات، وكل واحد محتاج يرجع لوزيره ياخد منه تصريح بانه يعمل الحاجة الفلانية او ما يعملهاش. طيب ايه النماذج اللي حصلت قبل كده في مصر في هذا في حاجات زي كده؟ ناخد نموذج السد العالي. نموذج السد العالي ده قصه كان يتعملها وزاره الري، تعملها وزاره الزراعه. جمال عبد الناصر انشا هيئه سماها هيئه السد العالي وعين على راسها وزير، انا مش متذكر بس هو عزيز صدقي ولا صدقي سليمان،
جاب صدق سليمان حطه على راس السد العالي وزير لغايه ما يخلص المشروع. احنا بنقول برضو لهذه المدينه لهذا المشروع لان ده مشروع قومي احنا محتاجين نحط على راسه وزير وتبقى كل الوزارات الاخرى كل الوزارات دي ممثله بممثل على مستوى عالي يقدر يستطيع اتخاذ قرار. لكن الـ 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 الغرض من وجود وزير ايه؟ الغرض من وجود وزير حاجتين الحقيقه. الحاجه الاولانيه ان هو هيقدر في حكايه التشابكات ديت يتدخل مع الوزير مثلا الكهرباء او وزير الدفاع او وزير الزراعه، هيرفع سماعه التليفون يقول والله في مثلا قصه كذا 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 واحنا عايزين ناخد فيها قرار بسرعه. نمره واحد. نمره اتنين، هيحضر اجتماعات مجلس الوزراء مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين، يعمل تقرير على هذا المشروع ويقول ايه هي معوقات العمل بالنسبه له عشان بقيه الوزارات تقدر تحلها له. افرض مثلا احنا النهارده احتاجنا نعمل مدرسه فنيه في هذا المكان، فاحنا محتاجين تدخل من وزاره التعليم مع وزاره الاسكان يخصصوا قطعه ارض ويعملوا عليها هذه المدرسه. يبقى هذا الموضوع لما اتقال في مجلس الوزراء اتقال فيه قرار في ساعتها. يحضر الاجتماع يقول تقرير تقدم الاعمال، ايه معوقات العمل، وياخد بعضه ويقوم ما يكملش بقيه اجتماع مجلس الوزراء. نمرة التلاتة، هو لما يبقى وزير هيبقى شخص مسؤول ويحاسب. بس احنا بقى مش عايزين وزير، يعني القصه دي عشان برضو ما حدش يفهم غلط يقولك اصل ايه وزير بترول طلع وفاضي ومش لاقي شغل. لا انا بشتغل الحمد لله، اخد بالك، وما بدورش الشغلانه على نفسي. هي مشروع قومي، اللي يعمل هذا الموضوع يشتغلوا متبرعا. تمام ماشي. اللي جاي قبل ان هو يشيل هذا المنصب هيشيل هذا المنصب متبرعا. وفي هذا الموضوع انا يوم ما اعلنت عن هذه القصه لقيت الاف من اصدقائي من خرجوا على المعاش ومن هم في الخليج حاليا ومن هم رجال اعمال مصريين كله قال لك احنا معاك واحنا جاهزين ان احنا نشتغل في هذا المشروع. يبقى احنا جزئيه هنعمل منظومه الاداره ازاي خلصنا منها. الجزئيه الثانيه اللي كانت بتقفل هذا الموضوع ايه؟ يقول لك الكهرباء بتاخد المحطه بتاخد الكيلو وات من محطات القطاع الخاص النهارده بتاخد منه ب 13 قرش. ده صحيح، بس مقابل كده ايه؟ هو بيديله الغاز تقريبا ببلاش. ما هو بيشرط عليا اديله الغاز بكذا عشان انا باخد منه الكهرباء بكذا. لا، احنا قلنا من شويه ايه؟ احنا عايزين نقسم توليد الكهرباء ده على حاجتين زي ما احنا عاملين في العيش النهارده. في كهرباء مدعمه اللي هي بتروح للطبقات الفقيره والمتوسطه ودول لا يستهلكوا اكتر من 20% من الطاقه. وفي كهرباء اخرى ودول نسبتهم 80% من الناس. يعني اللي بيستهلكوا ال 20% دول 80% من الناس. لو هم استهلاكوا ما بين 50 الى 100 كيلو وات في الشهر. وهتلاقي هناك مجموعه اخرى اللي هي بقى النسبه القادره والمصانع والتجاري، ده بيستهلك 80% من الكهرباء. دول لا يمثلوا اكتر من 20% من المجتمع. اجي انا بقى الدوله تمسك الجزء المدعم ده اللي هي بتدعمه للناس الفقراء دول، وانصح ان الدوله تدي لهم الكهرباء ببلاش ال 75 ولا ال 100 وات، لان دول مش هيوجعوا. لان انت لما تيجي تشوف ال 75 ولا ال 100 كيلو اللي الشخص بياخدهم، الكيلو مدعم ب 40 قرش مثلا، يبقى انت لما تدعم 100 كيلو في 40 قرش بكام؟ ب 40 جنيه في الشهر. كويس؟ لكن لما تيجي على واحد زي مثلا بيستهلك 2000 3000 كيلو وات في الشهر في 40 قرش، فانت بتدعمه ب 800 جنيه. اما ترفع عنه الدعم، انت وفرت 800 جنيه دعم، ادي منهم 40 جنيه ده ويبقى انت كسبان 760 جنيه في القصه دي. اخد بالك؟ فهذا شيء لابد من اعاده النظر في هذا الموضوع. زي ما شفنا في العيش، احنا خلينا العيش افران الدوله بتطلع الرغيف ابو شيلن والناس بقى بتروح تقف طابور عليه لغايه ما تاخده، والافران الثانيه بقيه الناس بتبيع بارقام مختلفه، في بربع جنيه وفي ب 50 قرش وفي بجنيه وفي ب 2 جنيه، كل واحد يروح ياخد. دي نمره واحد. نمره اثنين، طيب الكهرباء اللي بتتولد النهارده اللي الكهرباء بتقول والله لا انا باخدها ب 13 قرش، طيب ديت هتبقى هي ثمنها كام من الطاقه الشمسيه؟ النهارده في حدود 70 75 قرش الكيلو وات. 8 كيلو الكهرباء المولد عليا انا النهارده كام من الطاقه البتروليه؟ في حدود 55 قرش. انا ببيعه ب 13 فانا مدعمه ب 40 قرش. انا بقول لا، انا هخلي الكهرباء اللي تباع للاغنياء الشرايح العاليه يبقى ثمنها 50 قرش. ماشي؟ لان انا الناس اللي مقدمه عروض علشان خاطر مواضيع توليد الكهرباء وخلافه دي بيقول لك انا اضمن في خلال 7 سنين
وهو هو حر، ده عقد بيتكتب معاه. تمام. ان انا هنزل من 10 سنت ل 5 سنت. تمام. 10 سنت يعني 70 قرش النهارده، 5 سنت يعني 35 قرش. تمام. يبقى انا معنى كده في السبع سنين دول انا بنزل تقريبا كل سنه قد ايه؟ 6.7 دولار، 70 سنت. تمام. يبقى معنى كده ان انا عند نقطه ال 7 دولار، عند نقطه الكام بقى؟ عند نقطة السبعة سنت، نقطة السبعة سنت دي تبقى بعد كام؟ 3 سنين مثلا، ولا سنتين، ولا 3 سنين. هيبقى أنا لما أما أكون أنا مسعر الكهرباء بخمسين قرش وأنا بديها للناس بخمسين قرش، يبقى أنا وصلت نقطة التعادل. طب السنتين دول أعمل فيهم إيه؟ ده اللي أنا كنت بقوله فوق. أنا كنت بدعم الكيلو وات بأربعين قرش، لا هدعمه بعشرين قرش بس للناس اللي هي بتاخده بالسعر ده، بس ياخده من الطاقة الشمسية ولمدة سنتين، وبعد السنتين نبقى خلصنا من القصة ديت، وهو بياخد كهربته لا دعم ولا دياوله، ويبتدي يبقى فيه حاجة اسمها عرض وطلب في السوق. كل حاجة بيبقى عليها عرض وطلب وتعامل معاملة اقتصادية سليمة تلاقي جودتها تتحسن. أديك مثال على اللي أنا بقوله عشان نبقى بنتكلم صح. مصانع الغزل والنسيج بتاعت المحلة، لأن مالوش ما كانش فيه مصانع تانية أخرى بتنافسه، انحضر حالها. ماشي. لكن لما جينا نشتغل في السيراميك واشتغل في القطاع الخاص، السيراميك بيرخص. ده السيراميك بيرخص من سنة 70 لغاية النهاردة، السيراميك بيرخص. وعايز اقول لك انه بيبيع في السوق المصري النهاردة وبيدي خصم 30% ويوصل متر السيراميك ل 20 جنيه و 25 جنيه و 30 جنيه وهو كسبان، وبيصدر بره وبينافس. فاحنا لابد ندي متنفس في موضوع الطاقة ده للقطاع الخاص، نديله ايه؟ هيجي بقى هنا الكهرباء تقول لك ايه؟ ويعني انا حرام عليا اكسب وانت بتكسب القطاع الخاص؟ يا سيدي ما هو انت النهارده بتخسر، وبتخسر معاك الدوله كلها. يعني انت النهارده لما بتاخد 20 مليار جنيه دعم، ده 20 مليار جنيه دعم لان الوقود انت بتاخده بسعر مدعم مش بسعر الفرصه البديله لانك بتستورده. ما خلي بالك الغاز بتاعي والبترول بتاعي اللي انت بتاخده وبتحرقه ده، لو انت بتاخده النهارده منه ب 3 دولار، وانا بقول ده تكلفته عشان كده ما بخسرش فيه، لكن انا عندي فرصه بديله لو صدرته اصدره ب 8 دولار و 10 دولار. طيب هل التكلفه المبدئيه لهذه المدينه، يعني التكلفه المبدئيه للجزء بتاع توليد الطاقه بس اللي هي المصانع بالطريق بابراج النقل بالمينا بالمطار بمحطات توليد الطاقه ال 5000 ميجا، بنتكلم في 15 مليار دولار، واستثماراتهم جاهزه والمستثمرين جاهزين بيهم. استثمارات بعيده عن الحكومه تماما. طب ما يعيق التنفيذ؟ ان احنا نغير اليه التفكير، ان انا زي ما بقول ابتدي اقول للقطاع الخاص ايه، هذا المشروع هياخد مثلا من 3 ل 5 سنين، يبقى انا في خلال ال 3 ل 5 سنين دول احول كل من ياتي ليا بطلب ليه. وعلى فكره ومجلس الوزراء خد قرار بكده من قريب، قال 50% من الطاقه اللي عايزها المصانع الجديدة تولدها بمعرفتها او تعملها بالطاقة الشمسية، فده جميل جدا، احنا مش عايزين زيادة عن كده. يبقى هذه المصانع هتتجه الى المستثمرين القطاع الخاص، زي ما حصل النهاردة في مشروعات تحلية المية، زي ما حصل النهاردة زي ما بقولك في العيش، زي ما حصل النهاردة في توزيع البوتاجاز. هو النهاردة مصانع تعبئة وتوزيع البوتاجاز كلها حكومية؟ لا. عمل رائد حضرتك كنت صاحب الفضل فيه، وهي مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المجال البتروكيميائي، يعني نود أكمل بس حاجة على مشروع الطاقة دوت، لأنه دوت هيقودنا في الآخر لحاجتين كمان لهم علاقة بالطاقة. إحنا دلوقتي بدنا بنتكلم في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية هنا في مصر، فمعنى كده أن إحنا هنخش على مشروعين بقى لطاف جدا. مشروع الأولاني مشروع الألواح الشمسية على البيوت. هذا المشروع بيطبق بره، ان كل بيت في ألمانيا شغالة وإسرائيل، وأنا شفت في إيطاليا وفي حتت كتير. تمام. كل بيت عليه مجموعة من الألواح الشمسية بزوايا انكسار معينة عشان يقدر يحقق أقصى استفادة طول النهار. تمام. بياخد كهرباء من الطاقة الشمسية يشتغل بيها ويخزن جزء منها عشان نفسه بالليل، وأحيانا يصدر جزء منها للشبكة. يعني بالنهار بيصدر جزء للشبكة وبالليل ما بيصدرش، لكن في النهاية هتبص تلاقي الجزء اللي بيصدره للشبكة أكتر من اللي هو بياخده منها، وده العامل الحفاز اللي بتعمله الحكومة هناك، فبيحاسبوه على سعر أعلى ما بهم بياخدوا منه طاقة، بحيث ان هو يطلع ايه؟ كسبان من الموضوع.
بس هذا الموضوع لما بتعمل بره بيبقى فيه بطاريات تخزين, فعشان كده بيبقى غالي شوية. احنا مش عايزين نبقى خليه غالي النهاردة على المستهلك, احنا هنخليه خلايا بس يشتغل عليها فترة النهار اللي هي فترة وجود الشمس. لو انا قدرت في الفترة ديت اقلل استهلاك البيوت 25% 35%, ده رقم كبير. استهلاك المنازل النهاردة وصل الى 44% من اجمالي الكهرباء. يعني انت النهاردة لما بتولد 20 ل 25 الف ميجا, في منهم 8 الى 10 ميجا رايحين الكهرباء. اما انت توفر تلتهم نتيجة ان انت عملت موضوع الالواح الشمسية ده بتكلفة مخفضة, فانت وفرت 3000 ميجا. 3000 ميجا دول يعني 4 محطات عملاقة. المحطة 750 ميجا, محطة تتكلف لها 3 مليار دولار, محطة 3/4 اللي هي ارقام وهمية. ده يقودنا الموضوع تاني. لما بدينا نصنع مكونات الطاقة الشمسية في مصر, انا عايز ابيع كل عواميد النور اللي انت شايفها دي بتشتغل بالنهار دي وما بتشتغلش بالليل, ها, وكل الناس سرقة منها طيار. انا عايز ابيعها كلها لشركات الاعلانات. شايف شركات الاعلانات اللي هناك دي معلقة خلايا طاقة شمسية وبتبقى اضاءة مبهرة. انا عايز ابيع بقى كل عواميد النور دي للطاقة الشمسية, وكل شركة اعلانات خدت مجموعة ملتزمة انها تحولها لي للعمل بالطاقة الشمسية مقابل ان انا اديله حق الاعلان عليها مجانا لمدة سنة, وبعد سنة رجع لي عميد النور بتاعي وبقى مصدر داخل للمحليات. كل ده متعلق بمدينة الطاقة اللي احنا بنتكلم عليه. فده مشروع في حقيقته هو اسمه مشروع, لكن الحقيقة هو بيخدم اغراض منزلية محليات. بنخلق بقى فرص عمل لقد ايه؟ يعني احنا مشروع مدينة الطاقة لوحده بالمصانع اللي حواليه 55,000 فرصة عمل. 55,000 بخلاف الجزء الثاني فيه اللي هو استصلاح الاراضي. لو بديت تتكلم على استصلاح اراضي, كل فدان يلزمه من 4 إلى 5 أشخاص للعمل فيه. فلو انت هتتكلم النهاردة في 400,000 فدان مثلا شغالين في العينات, جزء منهم مش قادرين يشتغلوا فيه لان مفيش مية. مفيش مية ليه؟ علشان مفيش كهرباء. لو الكهرباء توفرت وقدرنا نستصلح 400,000 زيهم كمان ولا نص مليون فدان, يبقى انت سحبت 2 مليون بني ادم. لو انت اشتغلت على مليون فدان بقى سحبت 4-5 مليون بني ادم. فالقصه عشان كده اسمها ايه؟ الطاقه والتنميه المستدامه. هي ليست فقط توليد طاقه, طاقه وتنميه مستدامه. فده الموضوع الاولاني بتاع الطاقه. هذا الموضوع متداخل مع الثروه المعدنيه, ولهذا بديت اتكلم في موضوع ايه؟ المشروعات الصغيره والمتوسطه القائمه على كنت زمان بقول على البتروكيماويات, بس لا, بقيت بقول على البتروكيماويات والثروات المعدنيه. تمام. الخلايا الشمسيه بتصنع من السيليكون والسيليكون السيليكا, والسيليكا ده اللي هو الرمل اللي موجود عندنا في المنطقه بتاعه غرب العينات دي. تمام. فادي اول استخدام. لك ان تعلم ان احنا بنصدر رمله بيضه, يعني في ناس بتاخد تصريح محاجر تصدر رمله بيضه وترجعها لمصر مورانو. ها, احنا بننتج بولي ايثيلين ويرجع لنا. التصدير بكام يعني؟ قول. هقول لك انا, هديك مثل دلوقتي. احنا مثلا بنصنع في مصر بولي ايثيلين. بولي ايثيلين النهارده يوصل سعر الطن مثلا 1700 دولار, 1800 دولار, يعني الكيلو بدولار و8 من عشرة. قول الكيلو ب2 دولار. تمام. يعني الكيلو ب15 جنيه. تمام. ماشي. تمام. الكيلو ده يرجع لك كام مشترك كهرباء؟ مشترك الكهرباء ده وزنه قد ايه؟ 100 جرام مثلا, يعني يرجع لك 10 مشتركات كهرباء. تمام. المشترك الكهرباء التركي ده ثمنه من 35 ل 50 جنيه. بالظبط. يعني انت 10 مشتركات بقيت بتتكلم في 500 جنيه. من كام؟ من 15 جنيه. لو انا حطيت عليه هو ثمنه 15 جنيه وحطيت عليه سعر تشغيل, تكلفه التشغيل كمان 15 جنيه 100%, يعني بقى بكام؟ ب 30 جنيه. وحط عليه تصدير يعني قول عليه الارقام اللي انت عايزها. مكسب رهيب. ده غير انك عملت مصانع. واميز حاجة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة دي انك لا تحتاج الى استثمارات كبيرة, انت محتاج استثمارات صغيرة. كان ايه اللي بيهرب الناس عندنا زمان في الثروة المعدنية وخلينا نديلهم, يعني هو بياخد كل المادة الخام يصدرها برا, ان انا بديله ترخيص لمدة سنة قابل للتجديد. فهو جاي الراجل النهاردة بياخد رملة. طب ما لو عمل لك مشروع تصنيع مورانو في مصر, طب بعد سنة هيعمل ايه؟ هيشرب الاستثمارات اللي هو دفعها. فلهذا غيرنا القانون وخلينا ايه, ان لما تيجي تدي ترخيص تديه من 10 ل 15 سنة. يبقى انا النهاردة لو جيت راجل مستثمر واخدت ترخيص منجم رمل على استعداد اعمل مصنعين ثلاثة. مصنعين ثلاثة يعني ايه؟ يعني نمرة واحد شغلت ناس, نمرة اتنين حطيت استثمارات, نمرة ثلاثة بقى في عندك تصدير
او منع استيراد، يعني بتخف الضغط على العمله الصعبه. هذا الكلام بالنسبه للبتروكيماويات. احنا الاول ما كناش بنعرف ننتج بتروكيماويات، لما انتجنا بتروكيماويات فرحنا، فبقينا نصدر البتروكيماويات الرئيسيه اللي احنا بنصنعها، وبقينا فرحانين ان احنا بنصدر ل 45 دوله. الله، انت كل اللي بتنتجه من البولي ايثيلين مثلا 250 ألف، ربع مليون طن في السنة. في بلاد حوالينا بتصدر 8 مليون طن في السنة ما بين بولي إيثيلين وبولي بروبايلين وخلافه. طب مين أكبر الأسواق المستهلكة؟ أوروبا. طب أوروبا بطلت تعمل ده ليه؟ يقولك بقى بص الأسباب، يقولك أصل أوروبا أصل دي صناعات ملوثة وأوروبا صدرتها لنا. لا، أوروبا لقيت أنها تاخد من عندك المنتج الأساسي وهو يصنع بالتكنولوجيا بتاعته، يعمل لك بقى سيارات، يعمل لك كمبيوترات، يعمل لك لعب اطفال، يعمل لك دعامات قلب، يعمل لك اكياس دم، يعمل لك جزم كوتشي، يعمل لك عبوات غذائيه، يعمل لك ادويه. انت عارف البتاع اللي على الدواء دي، التغليف بتاع الكبسول دي، حاجه اسمها هاي دنسيتي بولي ايثيلين جلايكول من البتروكيماويات. دعامات القلب، دعامات القلب دي كلها بولي ايثيلين. دعامه القلب اللي انت بتركبها ب 18000 جنيه النهارده دي كام جرام؟ 10 جرام. اجره الدكتور كام لمده ساعتين؟ مبلغ. بقت البتاعه دي ب 8000 جنيه؟ كارثه. فده ما اعنيه اذا هي ثروات مهدره، هي ثروات غير مستغله استغلال جيد. ونرجع تاني نقول ده سبب ايه؟ اداره الموارد. فنحن نحتاج الى نظره اخرى لاداره الموارد. في جزئيه اخرى وهي تحكم الشركات العالميه في النفط والغاز المصري والعربي. يعني لماذا لم يكن هناك شركة تتحكم مصرية تتحكم في هذا؟ يعني هذه مقولة غير دقيقة، ولكن هناك شركات تمتلك تكنولوجيا أشياء كثيرة. تكنولوجيا تصنيع الدواء تمتلكها مجموعة من الشركات العالمية، لأن هذه عمل تكنولوجيا يعني بحث وتطوير على طول طول النهار. بحث وتطوير يعني فلوس كتير قوي بتتصرف. من يستطيع أن يصرف هذه المبالغ الكبيرة غير الكائنات العملاقة؟ فهتلاقي هذا الكلام موجود في تصنيع المعدات الثقيله. يعني انت النهارده عايز تصنع حفار، مين عنده تكنولوجيا تصنيع الحفارات؟ مش كل واحد يعرف يعمل تصنيع القنبله الذريه، ما هو مكتوب في كتاب اعدادي ماشي، لكن تكنولوجيا اللي بتصرف عليها فلوس عشان يقول لك كام جرام من ايه، عند درجه حراره كام، عند ضغط كام، في مش عارف ده اسمه بحث وفكر. بحث والفكر ده بتصرف عليه مليارات الدولارات، مليارات. نحن لا نستطيع ان نصرفه. دي نمره واحد. نمره لا، امكانيات كامله، جزء منها التمويل. امكانيات كامله تبدا بتعليم متقدم، تبدا بمراكز بحوث وتطوير، وتنتهي بالتمويل. لكن هي القصه مش كلها تمويل يا عزيزي. انا عايز اقول لك ان احنا في يونيو اللي فات ده مصر احتفلت بمرور 100 عام على تشغيل اول طرمبه بالطاقه الشمسيه في المعادي. من 100 سنه اشتغلت طرمبه في المعادي بالطاقه الشمسيه، وحتى الآن لا تعمل طرمبة بالطاقة الشمسية في مصر. طب إيه السبب؟ البحوث والتطوير. التنمية المستدامة لها ثلاث أضلاع: التعليم، البحث والتطوير، الصنعة نفسها أو المهنة نفسها. إذا الصنعة، ودي حاجات كلها متداخلة ومتبادلة للمنافع مع بعضها. أنت النهاردة جاي بتقول التعليم، التعليم بيعمل إيه؟ التعليم بيدي للصناعة مهندس أو صنايعي أو كذا، أو محاسب أو مزارع أو كذا، ها، والصنعة بتديله فلوس تصرف عليه على التعليم، وبتقول له انا عايز منك واحد. لا والله خلي بالك الناس اللي طالعه ديت مش ماشيه مع المنتج. وبعدين الجزء الثالث اللي هو البحوث والتطوير، زي ما بقول لك بيعمل ابحاث على المنتجات عشان يساعد الناس، وبيعمل ابحاث على المناهج التعليم. ففي منفعه متبادله بين الثلاثه. احنا سقط عندنا الجزء بتاع البحوث والتطوير ده بقاله فتره طويله، فبوظ بوظ التعليم في مصر، بوظ شكل الصناعه والانتاج. فده محتاجين نهتم بالجزء ده جدا، عشان وده انا عشان نهتم بيه احنا محتاجين نوفر من دعم الطاقه. احنا بنحط في دعم الطاقه 150 مليار، لو بصيت على ميزانيه التعليم والصحه والتموين والافلام ده كله على بعضه ما يطلعش 40 مليار. احنا بنحط في دعم الطاقه بس 150 مليار. حرام حرام. ارى انه يعني شيء لابد ان يعاد النظر فيه بجديه من خلال الاليات اللي قلنا عليه. واحنا بنتكلم عن منظومه دعم الطاقه لا يفوتنا الحديث عن الكروت الذكيه. حضرتك يعني صاحب البصمه الاولى في هذا لا المشروع. برضو عشان يعني خلينا بس صاحب البصمه المؤثره في هذا المشروع، عشان نبقى يعني موضوع الكروت الذكيه ابتدى من سنه 2008 التفكير فيه،
كآلية لضبط منظومة توجيه الدعم للمستحقين، إلا أنه لم يفعل. ليه لم يفعل؟ كل فترة هتلاقي كان لها حسيات. زمان كان أنت عايز الشعب ما يقعدش يفكر بقى في حقوقه السياسية ولا الحاجات ولا المحتاجات، وبالتالي فأنت مش ناقص وجع قلب ودماغ، فسيب الناس قاعدة كده وأنت بتقول لهم والله أنا بعمل لكم دعم، فالناس مبسوطة بقصة الدعم وسايبة الحكومة اللي موجودة بغض النظر عن أنها لا تقدم خدمات في مجالات أخرى أجد أنها أكثر أهمية كالتعليم والصحة وتوفير المياه والصرف الصحي، اللي هي الحاجات الأساسية لأنك تخلق مجتمع سوي. أما جينا لبعد الثورة حصل إيه؟ أنت دخل على انتخابات، فمنظومة الدعم ديت هتوجع السوق، لا يبقى أجل موضوع منظومة الكروت تاني، لكن هي شيء ضروري، وعايزين ننبه أنه مرحلة انتقالية لحين ما تقدر تتحول من الدعم العيني اللي أنت بتعمله النهاردة إلى الدعم النقدي. ما تقدرش تطلع من عيني إلى نقدي مرة واحدة، لأن ده هيعمل تضخم وانفلات شديد في الأسعار اللي هيتاخد فيه ويتفعس ويطحن المتوسط والفقير. الغني مش هتفرق معاه، لكن مين اللي هيتفعس؟ فأنت لازم تعمل إيه؟ تمشي القصة ديت على خطوات كده من 3 لـ5 سنين، تبتدي تحدد كميات. يعني انت الاول الضبط دوت هيظبط لك عملية التهريب والسوق السود، لان خلاص بقت لازم يبقى من خلال كارت وإلا مفيش. المرحلة التي تليها نبتدي نشوف النمط الاستهلاكي عمل ازاي بتاع الغالبية بتاعت الناس، وهو ده اللي نخليه. هتلاقي النمط الاستهلاكي بتاع الناس ما بين 150 ل 200 لتر في الشهر، فهو ده اللي نبقي عليه مدعم، ما زاد عنه نرفع عنه الدعم، ونبتدي واحدة واحدة بنرفع اجور الناس ومرتباتها ونحسن لها الخدمات مقابل انك بتسحب شويه من الدعم وتقلله شويه. فهي مرحله انتقاليه، نرجو من الله ان شاء الله انها تتم على خير. قبل ان نختم لابد ان يكون في سؤال، يعني رؤيه معالي الوزير اسامه لما الفتره القادمه من الاقتصاد المصري، وهل مصر سوف تشهد ازمات بتروليه جديده في فصل الشتاء ونحن على مسير فصل الشتاء؟ يا ترى رؤيه حضرتك أزمات بترولية ما أتوقعش، لأنه الحقيقة يعني الدعم العربي شديد في هذا الخصوص لتدبير كافة الاحتياجات اللي البلد عايزاها من المنتجات البترولية، فالدعم يعني العربي شديد جدا في هذا الخصوص، ما أتوقعش وجود أزمات بترولية، لكن قد يكون أزمات طاقة، لأن الحكومة لديها النهاردة خطة استثمارية طموحة 270 مليار جنيه، الخطة ديت محتاجة طاقة، فمنين هتيجي الطاقة؟ هي دي المشكله، دي اللي اتوقع انه ممكن يكون مشكله. كان ليا وجهه نظر ان احنا عايزين ناخد اجازه من السياسه سنتين عشان الاقتصاد يتحسن. اجازه من السياسه سنتين نعمل فيهم ايه؟ نشوف ايه هي المواد الخلافيه في الدستور، نجيب الناس الذين يمثلون الثلاث تيارات الرئيسيه. انت عندك اتجاه وسطي ويسيري ويساري ويميني، نجيبهم كل واحد فيهم يعمل تصور للمواد الخلافيه ديت، ويقعدوا سنتين يشتغلوا في هذا التصور، وفي هذه السنتين يدوا فرصة للأحزاب الصغيرة والمتوسطة اللي الناس ما عرفتهاش وهم لسه ما قدروش يعبروا عن نفسهم ويحتكوا بالشارع والناس تعرفهم، ونيجي بعد كده نروح عاملين استفتاء نقول والله يا جماعة احنا عندنا الثلاث نماذج دول من الدستور، عايزين أني واحد فيهم؟ الأغلبية يبقى هو ده الدستور، وتكون الأحزاب ديت برضو قدرت تحتك بالشارع، اللي قدر منهم يتفاعل الشارع معاه وبقى له حاجة هيبتدي ينزل انتخابات، ما قالتش هيقع لوحده والناس تقول له مع السلامة. وفي هذا التوقيت عايزين نعمل مليونيات شغل بقى من اللي احنا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه من شوية ده، بدل ما المشروع يقعد يتعمل في 3 سنين و5 سنين نضغط نخلص مشروع في سنة، نعمل كذا نسوي كذا. لا يسعنا أن نشكر معالي الوزير أسامة كمال على صدره الرحب وكم المعلومات التي قدمها ليس للمواطن بسيط ولكن لمصر كلها ومستقبل مصر. إنه حديث شيق، اعتدنا منه هذا الحديث الجميل والشيق والممتع، ونتوجه بالشكر لمعالي الوزير أسامة كمال على شكره.